وتدشين مهرجان فارس الخليج في صباح هذا اليوم. أول انطلاقات هذا المهرجان على مدار 4 أيام سوف تنطلق الأصايل هنا بهذه الفرحة الجميل وبهذا الانطلاق الجميل في ميدان المرموم. وهذه شاشة دبي ريسنج الحاضر وهذه أشواطنا المستمرة. الشوط 13 الذي أعلنت بداية انطلاقة للقاية في 5 كيلومترات ليحمل هذه الأعداد الهائلة وهذه الأسماء الكبيرة والرائعة الذي توافدت من ميادين الخليج للمشاركة في هذا المهرجان. انطلق الشوط الخاص بالأبكار المحليات اللقاية. نسير وننطلق مع مقدمة الشوط في هذه الأثارة وهذا الحماس القوي هنا على أرضية الميدان. وصايف تتقدم المشاركات. محمد بن علي بن محمد النيادي تقود المنطلقات بينما تليها في المركز الثاني من الجانب الآخر هناك شعار بن ثعلوب القادم على المركز الثاني بهذا الانطلاق. بينما المركز الثالث أشوف ثالث المراكز. يا سلام شوف الأسماء وشوف الشعارات هناك. الوصول من الغزيلة الغزيلة وحمد بن غانم بن حمدان الفلاحي وصلت في هذه اللحظات المركز الرابع الرابع الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام وصول شعار بالشرقي مع الحذر سهيل بن سالم بالشرقي العامري على رابع المراكز. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات في المركز الخامس الله يا هذه الشعارات وصلت حشيمة سلطان بن عبيد بن حمد الكتبي. بينما المركز السادس سادس المراكز هناك الدخول في هذه اللحظات وشعار بالكيلة القادم كذلك مع شواهين سالم بسعيد بسليم الدرعي مع شواهين. بينما المركز السابع في هذه اللحظات مهابة محمد بن معيوف بن كدش الكليلي. والمركز الثامن في هذه اللحظات وصلت قمرية تعود ملكية الناصر بسعيد بن محسن الفلاحي. والمركز التاسع في هذه اللحظات شوف تاسع المراكز تدخلت غنايم محمد بن عبيد بالضبيع الكتبي. والمركز العاشر هناك يا سلام شوف العاشر وشوف زلالت في هذه اللحظات سلطان بن حميد بن سالم العمري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في هذه الأشواط في أول أشواط النقدية في هذا الصباح بعد انتهاء السيارات و12 سيارة في صباح هذا اليوم. وهذه الأشواط النقدية القيمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير مع هذه المراكز ومع هذه التحديات الجميلة. عودتنا إلى مقدمة الشوط نشوف هناك السيطرة اللي غيرت على مقدمة الشوط وقادت المشاركات. سلهودة السيل بن سالم بن ذعلوب الدرعي على المركز الأول على الانطلاق الأول. بينما المركز الثاني تأتي فيه قرار تعود ملكيتها مشاهدين سعيد بن محمد بالكيلة العامري الذي تنطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث في هذه اللحظات وصايف محمد بن علي بن محمد النيادي على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات مهابة محمد بن معيوف بن كدش العامري تندفع على المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت فيه في هذه اللحظات غنايم محمد بن عبيد بالضبيعة الكتبي على خامس المراكز. والمركز السادس وصلت في هذه اللحظات مصيحة فهلال بن خميس بن عامر العمري في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نسير هناك مع هذا التجمع شوف الوصول في هذه اللحظة. الحذر سهيل بن سالم الشرقي العامري في المركز التاسع والمركز العاشر في هذه اللحظات. يا سلام الشايبة عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي وتقدمت هناك في هذه اللحظات. سرابة ناصر بن محمد بن عوضي المنهالي محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. هذه النتيجة المراكز الأولى في هذا المسار والتحدي في هذه الانطلاقات هنا في مهرجان فارس الخليج في هذه الانطلاقات الجميلة. نعود إلى بالكيل هناك وشعار بالكيل المسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول اللي مسيطر على المركز الأول. يا سلام ما شاء الله تبارك الله اللي هي قرار في هذه اللحظة
او قاره اللي تنطلق بالمركز الاول، قاره سعيد بن محمد بالكيله العامري الذي قدم قاره، غارت على المقدمه، غارت على ناموس هذا الشوط، بينما وصايف في المركز الثاني محمد بن علي بن محمد النيادي، يلي النيادي مع مساري هذا الشوط، وهناك الوصول في هذه اللحظه من غنايم محمد بن عبيد بالضبع الذي تنطلق على المركز الثالث، والمركز الثالث مع محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي اللي هي سرابه، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الاسماء، الوصول في هذه اللحظه، وصلت قمرية، ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي في هذا الانطلاق إلى المراكز الأولى، واصل بن طحنون كذلك، ولكن يعود إلى المركز الأول، أعود إلى قارة، وغارتها قوية ما شاء الله على المركز الأول، على الانطلاق الأول، قارة على المقدمة تسير مع مسار هذا الشوط، سعيد بن محمد بالكيل العامري الذي قدم قارة، يا سلام، السلامات عناوية حتى هذه اللحظات مع هذا الشعار الذي حقق الكثير والكثير من الانجازات وحقق هذا الانطلاق، الله يا بالكيله، على هذا الانفراد، وغار عند ال 600 متر تنفرد بالمركز الاول بدون اوامر، ما حرك لها، ما شاء الله، يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت غاره، على المركز الاول، الله يا بالكيله، الله يا بالكيله على هذا الاداء، سعيد بن محمد بالكيله العامري انفردت عن بقيه المراكز، باعدت بينها وبين المنطلقات، اسرعت في الامتار الاخيره لتثبت جدارتها وتثبت انها عندها تحمل وقوه مع هذا المسار، ما شاء الله بدون منافس على الاطراف، سلاماتنا لاهالي العين، لاهالي الطويه هناك في العين مع هذا الانطلاق ومع غاره الذي حققت هذا الناموس. تهانينا سعيد بن محمد بالكيله العامري على هذا الفوز المستحق ولحظات الوصول بالناموس وبالانطلاق بدون منافس على الاطراق، هذه قاره، تهانينا سعيد بن محمد بالكيله العامري على الفوز، قاره بالمركز الاول واصبحت بدون منافس، وصلت الى المركز الاول، بينما اشوف المركز الثاني، الحذر محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، والمركز الثالث، وصلت في نوايا تعود ملكيتها لأحمد بن مبارك المنصوري بن يروان المنصوري، والمركز الرابع، وصول المركز الرابع، بنشوف هناك المبارك بالعود العامري اللي وصلت الشايبة في المركز الرابع، والمركز الخامس في هذه اللحظات، نشوف المركز الخامس غنايم لمحمد بضبيعة، محمد بن عبيد بالضبيع. نعود الى التوقيت الزمني، وهذه قاره في 7 دقائق 42 ثانية، جزء واحد من الثانيه، تهانينا سعيد بن محمد بالكيل العامري على هذا الفوز المستحق وقاره وتحقيقها في هذا الشوط، وصلت في المركز الثاني لحمد بن احمد بن مايد الخيالي، توقيتها الزمني 7 دقائق و48 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث نوايا أحمد بن مبارك بن يروان المنصوري في 7 دقائق و49 ثانية، جزء واحد من الثانية، تهانينا.